اهلا بكم. عالم زراعه الاسنان تقدم مذهل وكبير جدا، لكن لسه في ما يتعلق بالزراعه في اسئله كتيره في دماغ الناس، لسه ممكن كتير منهم مش لاقي لها اجابه واضحه. يعني الزراعه الفوريه ولا الزراعه بعد فتره، التحميل بعد فتره، مين احسن؟ طب الناس اللي متقدمين في السن وحاسين ان العظم بتاعهم ما بقاش كويس، لانه احنا عندنا برضو ثقافه ان كل الناس عندها شاشه عظام، احنا كل الناس بعد سن اي حد تقعد معاه وخصوصا الستات يقول لك انا اصلا بعاني من عندي هشاشه عظام، ده مرض خطير على فكره، هشاشه العظام ده يعني مش ما ينفعش واحد يقوله كده، لكن ناس كتير معتقده انه ما ينفع الزراعه عشان عندها هذا الوهم بهشاشه العظام. الزراعه مهمة جدا ان احنا نفهمها. واحد يقول لك انا هعمل زراعة من غير اشعة مقطعية، ده نصيبة سودة. طب تعال نفهم اكتر النهاردة في عالم الزراعة مع ضيفي العزيز الاستاذ الدكتور احمد حبشي، الاسم الكبير في عالم الاسنان ورئيس مجلس ادارة كلينيكا جويل وسوبر ستار عالم الاسنان. احنا بنتكلم عن والله يا حضرتك، الحمد لله على السلامة. الله يسلم حضرتك. انا عايز ابدا معاك النهاردة في حوار، انا عارف ان انا واخدك بقى من شغلك، بس يعني قول لي زراعة الاسنان الاول بدأت ازاي؟ تطورت ازاي؟ طيب هو زي ما قلت حضرتك، هو علم زراعة الأسنان منشق برضه من علم التركيبات والجراحة والكلام ده كله، ولكن هو في شق جراحي وفي شق التركيبات. طبعا أنا بصفتي يعني إن أنا كاستشاري تجميل وتركيبات احنا بنخش في بعض الحقيقة دكاترة تقدر تعمل الشق الجراحي، وفي دكاترة بتفضل انها تعمل التركيبات بس فوق الشق الجراحي وتستعين بجراح. ليه؟ انا من الناس اللي هي بستعين بدكتور استشاري جراحه او استشاري لثه وتخصص زراعه، وانا بعمل التركيبات فوق الزرعات. عمل جماعي. عمل انا اعشق هو الاسنان دلوقتي. انا اعشق العمل الجماعي حقيقه. هرجع اقول لحضرتك التطور بتاع زراعه الاسنان. تطور زراعه الاسنان ان زراعه الاسنان دي بقت حاجه بتتعمل في كل العيادات دلوقتي، مبقاش محتاجة مستشفى زي زمان. عملية بسيطة جدا، مش هقول انها جراحة ولا شيء، ولكن بتبقى عملية بسيطة بتتعمل على الكرسي. زي ما قلت لك الزرعة بتاخد ربع ساعة لو هي في الامور السهلة جدا، مفيش مشاكل في العظم، مفيش مشاكل في اللثة، نعمل الزرعة بس خلاص، ممكن تاخد ربع ساعة تلت ساعة تكون كل حاجة خالصة. حصل بقى تطور شديد في ازاي ان يعني احنا ازاي وصلنا من 10 سنين كانت نسبة فشل الزرعة بنتكلم في حوالي من 28-30% لدلوقتي بقت نسبة فشل الزرعة 4%. ده بقى التطور اللي بحكي لك عليه، تطور في نوعيات الزرع الموجودة، السطح الزرع نفسه، طريقة التيتانيوم أو نوعية التيتانيوم اللي هي معمولة منها. عارف لما تخش في دراسة زراعة الأسنان تعرف قد إيه اهتموا بأدق التفاصيل، نسبة الخشونة على السطح هتبقى قد إيه، سطح التيتانيوم، طريقة اللف يعني اللفات أو الثريدز بتاعة المسمار شكلها عامل ازاي، المساحات بينهم قد ايه عشان العظم ينمو. احنا قلنا هي فكرة الزراعة ان احنا بنستخدم تيتانيوم او يعني جذور حاجه شكل جدر السن كده من ماده التيتانيوم اللي هي ماده لا يرفضها الجسم، وبالعكس بتلاقي ان العظم بيبدا ينمو عليها، تمام، ما بيقدرش ان هو ما بيقدرش يشوف ان في اختلاف، ما بيرفضهاش بيبدا ينمو عليها. طريقه نمو ده هو ده التطور اللي حصل، بان ازاي انت تعمل زرعه يسرع طريقه النمو، يقلل نسبه الفشل. ازاي، ايه هي الحاجات اللي ممكن تضيفها مع الزرع او يمكن تحتاجها الزرع عشان تضمن انها تثبت في مكانها كويس وما يحصلهاش اي نوع من انواع الخلل بعد كده. دخل بقى طريقه العظم، زراعه العظم او زي ما بيقولوا اضافه بودره العظم لما بيقولوا الممبرينز او اللي هي الغشاءات اللي موجوده، في الحاجات الحديثه اللي بيحقنوا البي ار اف والبي ار بي اللي هي مش عارف بقى ترجمتها. البي ار بي هي الصفائح الدمويه الغنيه بالبلازما. بالبلازما، البلازما الغنيه بالصفائح الدمويه بالظبط، او البلازما الغنيه بالالياف. دي برضو من الحاجات اللي بقت متطوره، في عليها دراسات، مفيش حاجه مؤكده لسه، ولكن الناس بتعملها وبتجيب معاهم نتائج كويسه جدا. استخدامات الليزر في بعد ما بنعمل الفتحات اللي هيتحط فيها الجدر التيتانيوم او الزرعه التيتانيوم،
بيستخدموا الليزر عشان يسرعوا الهيلينج او يسرعوا عمليه التئام الجروح. وعمليات في برضو زي ما قلت لك في بيبرز او دراسات موجوده، ولكن لسه ما فيش حاجه 100% يعني معلنه عندنا عن طريق الاف دي اي او اللي هي منظمه الغذاء العالميه والامريكيه. فكل ده عمال يطور في عمليات الزرع، ولكن اللي احنا في ايدينا النهارده ان احنا بنقول نسبه الفشل هي 4%. كويس، ودي نسبه عاليه جدا. انا اقول لك على حاجه، في اخر 10 سنين ما شفتش ولا زرعه غير مره كانت زرعه واحده فشلت. كويس انها كانت قصيره، ان الظروف اللي موجوده كان لازم يتحط زرعه قصيره بنسميها الزرعه القزميه او الدورف امبلانت. تمام، ودي معروف ان نسبه فشلها بتبقى الحقيقه عاليه. دي الحاله الوحيده اللي شفت فيها زرعه فشلت الحقيقه في اخر 10 سنين. تحتاج ان نعمل زرعه قزميه. هقول لحضرتك على حاجه، احنا دايما بنحط الزرعه القزميه ان ممكن يكون العظم الموجود غير كافي في الطول ومش هقدر ازرع عظم الحقيقه بالكميه دي، فبنجرب ان احنا نعمل، او في عمليات الجيب الفكي بيبقى نازل قريب جدا، فانا هضطر ان انا اعمل رفع للجيب الفكي وبيبقى في شيء يمنعني من ان انا اعمل رفع للجيب الفكي، فبضطر ان انا بعمل الزرعات القزميه، وهي بتبقى زي ما قلت لك هي دورها بيبقى في مناطق او في 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 الحقيقه في حالات محدوده جدا، ولكن الحالات العاديه اللي هي الاطوال العاديه اللي احنا بناخدها، ودي بنستخدم فيها التكنولوجيا برضه عشان عارف انت بتحب التكنولوجيا جدا، فانا بنستخدم فيها التكنولوجيا. والله انتوا اللي حببتوني ربنا يعني بجد يعني طب الاسنان خلاني احب قوي التكنولوجيا. لا التكنولوجيا الحقيقه بتسهل علينا جدا الخطه العلاجيه. ليه؟ انت بتيجي العيان دي من اهم حاجه ان انت تعمل اشعه مقطعيه ثلاثيه الابعاد، يجي تاخدها بتبدا تربطها مع السلك، فبتبدا تعمل الخطه العلاجيه من اول ما تحط الزرعه حطها فين عشان التركيبه اللي هتتعمل من السلك بعد كده على الزرعه تكون طالعه بتركب في مكانها الصح من حيث الشكل ومن حيث العضه او طريقه العضه، دي حاجه مهمه جدا عندنا. ففعلا بتلاقي الامور بقت سهله جدا. كنا ساعات بيبقى في حالات لما ما بنستخدمش اللي هو التكنولوجي فيها ونحط، ساعات بتلاقي ان الزرعه بعد ما اتحطت الزاويه بتاعتها ما طلعتش صح، فتضطر ان انت في التركيب تبدا تعمل حاجه اسمها انجليتد ابارتمنت. يعني ايه؟ يعني بتجيب الجزء اللي بيربط الزرعه والتركيبه بتجيبه في ميل شويه عشان يرجع يعدلها تبقى في المكان الصح. طبعا التكنولوجيا اللي موجوده او زي ما احنا شايفين دلوقتي ان انت بتربط جهاز الاشعه المقطعيه مع جهاز تصنيع الاسنان اللي هو السيرك عشان توصل للنتيجه النهائيه تكون يعني تكون دقيقه 100%. طبعا ده بقى ده انا اقول لك ده بقى التكنولوجيا دي الحقيقه نقف لها كده ونقول شكرا انهم عملوا لنا حاجه زي كده. دي قللت عندنا المشاكل او الاخطاء، دي فعلا من اهم الحاجات اللي قللت الاخطاء في عمليات زرع الاسنان، وبنشوفها اكتر لما بنيجي نزرع الفم كامله. يعني عايز اقف قدام النقص العظمي، لان دي من المشكلات اللي كتير من الناس، وانت عارف ان عندنا ثقافه ان يقول لك ايه، لا انا عظمي مش كويس، انا عندي هشاشه عظام، انا محتاج اكيد عظم، فانا مش هعمل زرع. يعني ايه اهرب؟ بص هقول لحضرتك اصل احنا في اقاويل مغلوطه كتير الحقيقه في بتلاقيها في الشعب العربي كله الحقيقه مش في مصر. انت عندك يعني ايه هشاشه عظام؟ هل انت مريض مشخص بهشاشه العظام بتاخد علاج ولا لا انت كده بتحس ان انت عندك هشاشه عظام؟ دي اول حاجه. طب فيتامين دي ده بيهمنا جدا، خلي بالك الناس اللي عندها نقص فيتامين دي في بعض الاوقات الدكاتره بتديهم حقن معينه، الناس دي ما نقدرش نزرع لها قبل 3 شهور من توقيف الحقن دي. كويس، ان دي بتزود هشاشه بتخلي العظم لين جدا وبعد كده تبدا تقويه تاني اكتر. تمام، فدي حاجات كلها لازم يكون دي بقول لك بقى العلم مع الخبره. كويس، انت خلاص انت عارف دي حاجات اللي عنده هشاشه عظام لا انا ما اقدرش ان انا اشتغله ليه؟ انا خايف وانا بعمل دريلنج اكس الفك، ما انا عايز اعرف نسبه هشاشه العظام ازاي. وفي الحاله دي احنا طبعا بنتبع البروتوكول الدولي اللي هو ايه؟ انا بكلم الدكتور او ببعت رساله للطبيب المعالج بالنسبه لهشاشه العظام بقول له ايه اللي مطلوب وايه ايه نصيحتك وايه هل تسمح لي ان انا اعمل العمليه ولا لا، باخد الابروفل بتاعه باخد ان هو اخد اذنه لازم ياكد لي وتبقى حاجه كتابيه عشان لو حصل اي مشكله بعد كده تبقى مسؤوليه الطبيب المعالج مش طبيب الاسنان. ان هشاشه العظام دي من الحاجات اللي لو فعلا
هي مشخصه كهشاشه عظام؟ لا، طبيبها طبيب المعالج بالنسبه لهشاشه العظام هو اللي يقول لنا نقدر نعمل زراعه ولا لا. ان زي ما بقول لحضرتك انت ممكن تخش بالدليل تكسر الفك وتيجي بقى عشان تصبحه كارثه، ليه ده عندها هشاشه عظام انا هحط بليتس والكلام ده كله، يعني بهدلنا الدنيا كل ده عشان كسلنا. بس نوجه رساله للطبيب المعالج، يا جماعه الحاله دي عندها كذا، نقدر نعملها الكلام ده ولا لا؟ ولو هنعمله لها ايه هي ايه اللي احنا ناخد بالنا منه وما ناخدش بالنا منه؟ بس السؤال المهم، الزراعه التقليديه ولا الزراعه الفوريه؟ في دلوقتي بدات يبقى في موضه مهمه اسمها immediate loading، هعمل دلوقتي زراعه. بص حضرتك هي بالظبط نفس الموضه بتاعت انا هعمل عدسه ولا هعمل طبقه ولا هعمل كراون، هي نفس الحكايه. حضرتك انت المريض مش طبيب، والا كان دواء نفسه يعني هو اللي عملها لنفسه. لا، هي في حالات نقدر نعمل فيها الاميديت لودنج او التركيب على طول، وفي حالات ما نقدرش، يعني منطقه الضروس الخلفيه مثلا لا ما اقدرش اعمل اميديت لودنج طبعا. لا، اللي هو تحميل طبعا، ان انا احمل ان انا ازرع واركب على طول، لا ممكن في حالات قليله، وفي برضه حاجات منشوره الحقيقه عن الكلام ده. بس انا زي ما بقول لك انا واحد اتعودت، ليه اخد ريسك؟ ليه اخاطر؟ تمام، ده مريض جه وقعد على الكرسي وعملنا عمليه وحطينا زرعات الاسنان وتعب، واول يوم ورم شويه او حصل له نزيف او بتاع لغايه لما الدنيا ارتاحت، ارجع بعد اخاطر عشان انا مستعجل؟ لا، انا اشرح له في حالات زي ما بقول لك نقدر نعمل فيها الاميديت لودنج او اللي هو ان احنا نحمل على الزرعه، وفي حاجات ثانيه ما اقدرش احمل. لازم زي ما قلت لك العلم والدرايه والدراسه كويس ما زائد الخبره، بشرح للمريض وبعمل اللي انا شايفه صح. هل عمليه زراعه الاسنان عمليه اعلم عندما تتم الان وانا بعملها دلوقتي ان العمليه مرت بسلام، ولا معرفتي انها ما مرتش بسلام ان انا الاقي العين جاي في ايده الزرعه وفشلت؟ بص خلاص، لا هي دي صعبه قوي، ان الايد يعني لا هتاخد وقت يعني، بس دي زي ما قلت لك دي هتحصل في اختيار خاطئ للمريض ان انت تزرع له. دلوقتي بقى في زي ما قلت لك في بروتوكول كامل في بنمشي عليه، تمام. لو الاختيار خاطئ هتلاقي المشكله دي، ممكن تلاقيها طبعا، تمام. لكن انا زي مش هضحك عليك، لا دلوقتي بقت نادرا من اي دكاتره او اي عيادات عندها خبره في هذا المجال واستشاريين اختيار بيبقى صحيح 100%. اصل الموضوع مش صعب، انا بشوف العظم، بشوف اللثه عامله ازاي، بشوف طريقه العضه، دي مهمه جدا، بشوف حاجات مهمه كتيره جدا، بشوف صحه الفم كامله عامله ازاي، يعني الهايجين، صحه الفم، الراجل ده مهتم باسنانه ولا الدنيا بايظه خالص، ومدخن شره وقهوه وشيشه وكل الكلام ده، كل الحاجات دي. هقول لك على حاجه، ان بشوف ساعات مرضى بيعملوا زرع اسنان وهو طالع من العياده ماسك السيجاره في ايده، طب وفشلت، بيجي يقول لك اصل الزرع فشلت حصل لي التهاب. طب ما لازم يحصل لك التهاب يعني، ده انا بقول لك يا ريت توقف تدخين يومين ثلاثه، تمام. طب ساعه يعني، لكن ده لسه الجرح لسه ما وقفش، ان عاملين خياطه وكل حاجه بس لسه النزيف ما وقفش. ده وهو طالع السيجاره شايل، طبعا لازم هيحصل فشل. فانا زي ما بقول لحضرتك هو اختيار خاطئ من الاول. طب السؤال المهم قوي، التجميل والزراعه، في ناس كتير مش فاهمه ان هم شيئين مرتبطين ببعض. بص حضرتك ده كله اسمه علم التركيبات، تمام. التجميل امتى؟ المنطقه التجميليه اللي هنا او المنطقه الجماليه اللي هي الفرونت اريا او المنطقه الاماميه، هي دي اللي بتمثل الحقيقه جزء كبير من التجميل. في بعض الاوقات بتفقد الاسنان في المنطقه دي، بنيجي بقى نشوف هل نعمل جسر ولا نعمل زرع، تمام. ايه اللي بيحكمني دايما؟ كميه العظم اللي هنا، ده بيحكمني جدا، تمام. ونوعيه العظم، كميه العظم مع نوعيه العظم. نوعيه العظم انت بتقدر تشوف نسبه صغيره منها في الاكس راي، ولكن نوعيه العظم لا تكشف الا بعد ما تفتح وتشوف العظم. كل الديفايسز اللي اتعملت عشان يقول لك بيعرف نوعيه العظم، لا الكلام ده مش مظبوط. اول ما الجراح بيفتح ويبدا يشوف العظم بيقدر يحدد نوعيه العظم، تمام. في الحاله دي ممكن في حالات كتيره فتحنا قدام في المنطقه الاماميه بالذات اللي هي بريماكزيلا بنسميها، المنطقه دي اللي بيبقى في الاكس راي باينه انها كويسه جدا، نخش نلاقي نوعيه العظم سيئه جدا، فالدكتور بيقفل ويرجع يقول لي لا نحط هنا بريدج او كوبري، بالذات في المناطق التجميليه، تمام. ان احنا بنخاف نحط الزرعه
ونقفل عليها، وبعد كده يحصل فشل، يحصل تآكل أكتر للعظم بعد فشل الزرعة، دخلنا بقى في مشكلة تانية خالص، ولا عارفين نعمل جسر ولا عارفين نعمل زرع. هنا بقى الفيديو ده فيديو متعصب للزراعة، فبيورينا عيوب التركيب بالبريدج. يوريك التركيبه لما تتركب في الاول، لو شفنا من الاول القصه ايه، هو بيشرح الزراعه هنا، لكن في الاول هو قايل ان التركيبه اهي، هنعمل البرد شويه بقى كده، والتركيبه ممكن يحصل حواليها انفكشن وهو الى اخره. هل هذه الفيديو او هذا الفيديو منصف للتركيبات ولا ظالم شويه؟ بص حضرتك، هو زمان لو كنا بنشوف الصوره دي من 10 سنين كنت هقول لك ظالم، ده دي احسن شيء عندنا. لكن دلوقتي لا، الحقيقه الكلام ده صح 100%. احنا تخلصنا من 100% من مشاكل التركيبات الثابته، او مش تركيبات ثابته، ناسف، الكوبري او مفهوم الجسر او البريدج، تخلصنا منه مع وجود التطور الرهيب في علم الزراعه. ويبقى البريدج احتياجاته في مناطق معينه ما نقدرش نزرع فيها. يبقى الزراعة حوارك فيها ممتع للغاية، لكن انت قلت لي العمل الجماعي شيء مهم جدا، وننتظر ان احنا نلتقي بالفريق العمل المتكامل اللي بيحكي لنا قصة مهمة، قصة كلينيكا شويل في فرع الأسنان. برضو تعرف نسيت انت كل الفروع وبتتكلم بس ده عشق شغلتي. نورتنا. ربنا يخلي حضرتك العزيز. القمة العلمية المتميزة الأستاذ الدكتور أحمد حبشي، استشاري طبعا تجميل الأسنان ورئيس مجلس إدارة مجموعة كلينيكا جويل، الاسم العالمي المتميز، كان ضيفي في الناس الحلوة. خليكم مع الناس الحلوة.